ايه مش يعني فاكره لما انا جبتك من شعرك؟ لو النبي بعمل فلاحه حلوه قوي يا اختي، بعمل فلاحه حلوه يا اختي، كده ينفع وكده ينفع. انت بتنشيني غلط خالص. بصوا بقى هسالكم سؤال، كل واحده فيكم عرفت التانيه امتى؟ انا عرفتك انت في تونس اول مره تسافر في حياتها. قاعده حابسه روحها في اوضه ما بتخرجش. ده انا كنت في سنه اولى في المعهد. يا بنتي انزلي اقعدي معايا. بتكسف بقى مش عارفه هياخدوني في وسطهم ولا لا، انا لسه وجه جديد يعني. بقينا بعد كده اصحاب جدا جدا، عملنا بعد كده بقى حبيبتي مش اصحاب كتير. لا تسالني من انا مع شاديه، كنا ولادها او انت كنت جايه تاخدي امي. وهي جايه تاخد وانا خدت صاحبها. ايوه احنا تبادلنا. احنا في الفيلم ده احنا الثلاثه مع بعض. صح، ده يمكن الفيلم الوحيد اللي احنا في الثلاثه فيه مع بعض. انا وانت اول مره فين؟ انف وثلاث. برافو عليك. بس انا وانت بقى مش اول تعرفنا في الفن. انت كنت صاحبه اخواتي، تحب الخروج والانبساط، واخواتي كانوا بيموتوا في الكلام ده وبيحبوها جدا. يعني هلا في العيله عندي لما ترشح نفسها تاخد مكاني ببساطه تكسب. المنافسة بينكم زمان كانت عاملة ازاي؟ بنسمع دلوقتي عن خناقات. ما اعتقدش يعني احنا الثلاثة اللي قاعدين جنب بعض دلوقتي محدش سمع ابدا ان انا اتخانقت انا ويسرى او اتخانقت انا وهلا. بالعكس احنا بنساند بعض جدا. ليه يعني مش فاكرة لما انا جبتك من شعرك؟ ده فين ده؟ لا ما حصلش. لما حصل. طب هيحصل. انا منتظرة بقى، انا منتظرة. كل واحدة تقول فيلم من بطولتها وقريب لقلبها. يا اختي كده ينفع وكده ينفع. انا بحب قوي خلطة فوزية، بحس ان فوزية دي شبهي في حاجات كتير. انا الهروب. الهروب دور جميل. كل واحدة منكم تختار دور لزميلتها كان نفسها هي اللي تلعبه. الهلفوت، لانك انت كنت عبقرية. انا بحب الفيلم ده. انا كمان. انت ممكن مسلسل مش فيلم. البراري والحمول. يا جمال، وده دور فتح حمامة. وانا هختار ليكي امرأة قايلة للسقوط. واو. بحبه بحبه بحبه. لا انا اقول لكم قصة بقى. انا جالي فيلم تفاح، وكنت انا وليلى، اما قريت فكلمت استاذ رأفت النية قلت له الدور لطيفه جدا بس انا في دور تاني انا حابه مش حابه ده قوي. فقال لي لا ما هو ده فيه، انا جبت ليلى خلاص فيه. فقلت له لا انا مش دور ليلى خالص، انا دور علاء ولي الدين. وده هتعمليه ازاي؟ كان عاجبني موت. سكر خش على بعده. اكتر فنان كان عندكم كراش عليه؟ جديدة كراش دي لما بدأتوا ونفسكوا تمثلوا معايا. وأنا كان نفسي موت أمثل في الرجالة مع عمر الشريف ومع رشدي أباظة، والاتنين ما مثلتش معاهم. أنا كنت محظوظة. أنا اشتغلت مع عمر الشريف. واشتغلت مع رشدي أباظة. واشتغلت مع أحمد رمزي، فاشتغلت مع اللي كل الناس كان عندهم كراش عليهم. أنا بقى كان حلم حياتي واللي معجبه بيه بشكل فظيع محمود ياسين. وبعدين جيت عملت معاه مسلسل اسمه الافيال. جه مشهد هحط ايدي على كتفه واقول الجمله. هلمس محمود ياسين، هلمسه. وين يفتكر الكلام؟ قعدته بتاع 17 مرة. في الآخر بقى يعني كل احنا اشتغلنا مع نور الشريف ومحمود عبد العزيز واحمد زكي وفاروق الفيشاوي يعني وممدوح عبد العليم الله يرحمهم جميعا. طيب احنا ما قدمناش افلام غير السسبنس دلوقتي يا عبد العليم، يعني مش افلام عاطفية مش هنتقل. بس السؤال اللي بعده دي هتموتني. مين اكتر حد اتعلمته منه في مشواركم؟ الله. لا احنا بنتريق ان احنا لسه عايشين لدلوقتي. مهرجان الجونه بقى، ايه بتحسوا بايه لما بتيجوا الجونه؟ انا بالنسبه لي مهرجان الجونه ده مهرجان التحديات، لانه هو الحقيقه من ساعه ما بدا كل سنه
عنده في ضربه في ضربه في ضربه في ضربه، لكن انا بحس ان الضربات دي بتقويه اكتر، انه بتكبره اكتر، ولانه مهرجان منظم جدا وراقي جدا فكل شيء فيه راقي. مهرجان الجونة من اول سنه لفت انظار العالم ليه، وده مش سهل بالنسبه لمهرجان وليد، يعني لسه اول دوره ليه، المفروض ياخد كام سنه على ما ياخد شهرته عالميا. هو قدر يجذب كل الاعلام العالمي ان الناس تتكلم عنه من اول دوره، اجمل ريد كاربت، المكان نفسه البلازا بتاع المهرجان وطريقه التنظيم وشكل المكان شيء راقي. برافو يا برافو الجونة، برافو مهرجان.